بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة صحة الجمال في مصر والعالم، وما زال أطفالنا والعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بنفرح بالقرآن، بنفرح بالعيد، بنفرح بأن أولادنا في سن الحضانة بيقرأوا من المصحف قراءة صحيحة بأحكام التجويد مع معرفة المتون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. معنا النهاردة دكتور محمود الرفاعي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك. صيدلي ومدرب بأكاديمية الفتح بعرب القرآن. ومعنا مهندس أحمد السيد. أهلا وسهلا بشمهندس ومنشدنا. ومعنا أطفالنا من دار أم المؤمنين بكفر بناس، كفر بناس قويسنا محافظة المنوفية. محضر لنا فقرات جميلة هنستمتع معهم النهاردة، ونبدأ طبعا بالقرآن الكريم. ومنشدنا بشمهندس أحمد فليتفضل. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بسم الله ما شاء الله. إنه القرآن نور وهداية وخير ورحمة وبركة وروح وحياة وبصائر. حدثونا يا أهل القرآن عن صفات القرآن. دكتور محمود، نور البيان، فتح الرحمن، منة الرحمن، هي طريقة الكتاتيب المصرية القديمة مطورة. السؤال دايما بنسأله، إيه الجديد طالما أن هي قاعدة كانت موجودة من 600 سنة تقريبا وكانت لتعليم غير الناطقين، إيه اللي أضافه نور البيان أو فتح الرحمن أو منة الرحمن؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتح الرحمن أو طريقة منهج نور البيان، تفضل، هي عبارة عن طريقة ليست جديدة
على المتعلمين للغة العربية أو المتعلم القرآن، وإنما هي طريقة تتعامل بالأصل مع حروف اللغة العربية وحالات الحرف في اللغة العربية من حيث الحركة والسكون. حرف في اللغة العربية إما متحرك ساكن وإما ساكن. فمن هنا جاءت فكرة نور البيان أن ندرس جميع حروف اللغة العربية بالحالات التي يمكن أن تطرأ على الحرف. كم حالة دكتور؟ كم حالة؟ للحرف 20 حالة. 20 حالة؟ نعم. من حيث الحركة والسكون. يبدأ بالحركات الأساسية الثلاثة اللي هم الفتح والكسر والضم. هذه حركات يتفرع منها باقي حركات اللغة العربية جميعا. فمثلا إذا جئنا بحرف مفتوح، باء مفتوحة تنطق باء. هذا الباء إذا ضاعفنا فتحة أخرى يصير تنوينا بالفتح، يبقى بان. طب إذا شددنا المفتوح يبقى أبا. إذا مددنا الفتحة ومططنا زمن النطق بالفتحة تتحول إلى مد بالألف باء. فإذا الحركات في اللغة العربية الأصلية ثلاثة، فتح كسر ضم. جميع الحركات الباقية مشتقة من هذه الثلاث، وهناك السكون. يبقى هناك حالات أربعة رئيسية، الفتح الكسر الضم السكون، باقي الحالات مشتقة من الأربعة. فمثلا لو أخذنا حرفا من حروف اللغة العربية وحاولنا أن ننطقه نطقا صحيحا بحالاته العشرين، فقلنا مثلا حرف، ويريت أولادنا يقولوا مع حضرتك. نقول مع الدكتور ويقرأ حرف بحالات العشرين. هنقول مثلا يا أبنائنا هنقول حرف الباء بالعشرين حالة، ماشي؟ أنا هقول وأنتوا ترددوا وراي. باء بي بي بو بو ب بي بو ب بي بو ب ب بي بي بو بو ب بي بو ب بي بو بن 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 أب 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 أبي أبي أبو أبو أبا أبا أبي أبي أبو أبو أبن 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 أب أب. دول العشرين حالة. وبيدرسهم من ثلاث سنوات يا دكتور؟ بيدرسهم من أول ما يعني من أول يوم يدخل فيه الحضانة، بعد فترة الاستقبال. نعم. بيقعد في الحضانة فترة استقبال أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، حسب حالة الطفل وسنه، وبعد كده يبدأ مباشرة. اللي هي تعرف باسم الفوناتكس أو الفونكس أو الساونس، اللي هو علم الأصوات. الأصوات. علم الأصوات. لكن إيه الكلمات؟ هل في جديد في الكلمات أضافها نور البيان؟ الإضافة لطريقة نور البيان أو منهج فتح الرحمن عن الطريقة البغدادية أو المكية، الطرق القديمة في التعليم القائمة على نفس ذات الفكر، زي فكرة تهجي الحروف، أننا أضفنا أحكام التجويد. نعم. يعني أضيفت أحكام التجويد ودخلت. نذكر كنا في الكتاب زمان، الطفل يدرس القرآن ويختم القرآن ربما ولكن بدون أحكام، وبعد ما ينتهي الشيخ يقول له تعال اعمل لك ختمه مجوده. نعم. طب ما كان من البدايه. نعم. كان الافضل يتعلم من البدايه. فتم ادخال احكام التجويد في هذه السن الصغيره ايضا، 3 أو 4 سنوات. نعم. ويستطيع الاطفال ان هم يتهجوا ورا المعلمه بتاعتهم في الحضانه او ورا المدرس او المحفظ في الكتاب، بيتهجوا وراه القران كاملا من الفاتحه الى الناس باحكام التجويد مدمجه في جمل الهجاء. هنسمع تهجي من الأطفال مع حضرتك، ولكن حابين إن احنا نسمع منهم ذكر، خاصة إن احنا عرفنا إن بيبدأ اليوم، ودي نصيحة يا ريت كل مؤسساتنا، حضاناتنا ومدارسنا ومعاهدنا، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى عودة للمساجد ولدور القرآن الكريم. بننصح إن يبدأ اليوم بأذكار الصباح، فهي حصن حفاظة حماية من شياطين الإنس والجن، إن الطفل يبدأ يومه بأعظم كنز اللي هو أذكار الصباح. ونسمع من أطفالنا اللهم لك الحمد. يلا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علاميته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، إنك عليك
كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعرف تقوله بسم الله الذي لا يضره؟ يلا بسم الله لا يضر عجم مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميه العلي. أعظم كنز بننصح به مؤسساتنا التعليمية والتربوية إن إحنا نبدأ يومنا بأذكار الصباح. نرجع تاني دكتور محمود، ولعل أيضا يعني مما سمعنا عن إن الكلمات يمكن في القاعدة القديمة كنا بندرس زرع حصد، نعم. الجديد يمكن عرفنا ان انتم بتدرسوا كلمات من القرآن. نعم، كل الكلمات التي في كتبنا هي كلمات مأخوذة من القرآن الكريم. يعني في حالة الفتح مثلا، طفل بيدرس حالة الفتح بيلاقي التدريبات الكلمات كلها كلمات ثلاثية الأحرف، كل كلمة مكونة من ثلاثة أحرف ليس أكثر كبداية، كل الحروف الثلاثة متحركين بالفتح، نعم. وكلها كلمات قرآنية حتى تفرق يستطيع تفرق كلمات القرآن في التعليم طبعا، منها بركة القرآن بتحل على الطفل وهو بيقرأ كلمات قرآنية ما بيقرأش كلمات عادية. ثانيا انه بعد فترة لما يجي يقرأ ويعمل ختمة مع المدرسة بتاعته في الحضانة بيستطيع بعد ذلك انه هو يقرأ القرآن قراءة صحيحة، لان هذه الكلمات مرت عليه قبل ذلك في كتاب فتح الرحمن او في كتاب نور البيان في الحضانة. فالكلمات اللي في العشرين حالة في العشرين تدريب كلها كلمات قرآن، يعني بعد ما بينتهي من الفتح بياخد كلمات قرآنية. نعم، خلق شرع سجد، نعم. أمر، بعد الكسر كلمات قرآنية، بعد الضم كلمات قرآنية، بعد السكون، بعد المدود، بعد، نعم. التنوين، بعد الحلاء، بعد كل حالة من الحالات ويدرس القاعدة مجردة، نعم. قاعدة الفتح، يدرس الحروف في اللغة العربية بالفتح كيف أنطقها، نعم. بطريقة التهجئة أو بطريقة النطق السريع، ثم بعد ذلك يدخل في التدريبات. التدريبات كلها كلمات قرآنية على الفتح، وهكذا في العشرين حالة. باشمهندس أحمد، وأنت ضفت كنت معنا أيضا بالأمس في الصحة والجمال وسمعنا صوتك الجميل، وكلمة لأصحاب الفضل وشكر، كلمة شكر وعرفان اللي هما السبب في أن الشيخ أحمد يختم القرآن الكريم ويكون إمام لنا. الله يبارك في حضرتك، حفظ الله أئمتنا ومشايخنا الكبار. اللهم آمين. وفي البداية طبعا الشكر لله سبحانه وتعالى، نعم. على هذه النعمة التي يحلم بها كل إنسان مسلم، نعم. اللي هو ختم الكتاب الله سبحانه وتعالى وأحكامه بتجويده. وكلمة برضو لازم نشكر مشايخنا الأفاضل، سواء ما من الكتاب أو من الصغر حتى الكبر، نعم. حتى ما زلنا نتعلم، نعم. ما كبرنا عمرنا ما نكبر على العلم. وأصدقائنا اللي في الكلية اللي بدأوا يصوروا معنا وبدأوا يرفعوا على اليوتيوب ويرفعوا على الفيس والكلام من ده، وأصدقائي برضو في البلد عندنا في القرية، نعم. ربنا يجازيهم كل خير، ونشكرهم على مجهودهم. وبرضو نسمع أنشودة جميلة كده من الشيخ أنينا إن شاء الله. بسم الله، تفضل حبيبي، نسمع حبيبي. تبي من ذنبك مهلكتي فحسابك لو تدري أدنى، جهرت الله بعصيان وقضيت على اللهو الزمانا، آمالك تزداد وعمري يتناقص لم تبد الحزنا، قولي بالله هذا عقل أم قلب الساجر ما فطنا، آيات الزجر لقب تليت والدمع بجفنك ما أدنى، أيلين الصخر وما لبتي ووراك تفيضين الفتنا، سيجيء الموت برهبته وأسير أسيرا مرتفنا، ويحي والقبر بظلمته قد مزق بالرعب الكفنا، قد أقسم في الذكر المولى أن الخسران لمن ظلما،
أوما تخشين عقوبته أم من ينجيك إذا انتقما عدي فالله برحمته عدي فالله برحمته يفرح بالعبد إذا تابا وسل الرحمن هدايته فالعمر بطاعته طابا فالعمر بطاعته طابا. بسم الله ما شاء الله. ثم كانت النصيحة التربوية الثانية وهي الفسحة الإيمانية. دايما بنشوف داخل دور القرآن وبننصح مؤسساتنا التربوية والتعليمية كل ساعة بتكون في استراحة تربوية، قد تكون ذكر، استغفار، صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مشايخنا علمونا قول النبي محمد الحمد لله تملأ الميزان، فكل ساعة بنقول يا أولاد يلا مين عاوز يملأ الميزان؟ ها الحمد لله. مين هيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله كمان ساعة؟ وسبحان الله والحمد لله تملأان، سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله كمان ساعة. كلمتان خفيفتان ثقيلتان حبيبتان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كمان ساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما أجمل الفسحة الإيمانية، وهي استراحة تربوية 5 دقائق كل ساعة، ذكر، تسبيح، استغفار، صلاة على النبي محمد. دكتور محمود، عاوزين ناخد نموذج للتهجي. يمكن بننصح في المعاهد الأزهرية وفي الكتاتيب وفي المدارس كل يوم نتهجى ولو آية، وده مفتاح هيحلل المشكلة اللي كلنا بنشتكي منها اللي هي ضعف القراءة. معظم أباء والأمهات والمعلمين والمعلمات بيشتكي النهاردة إن ابني في ثالثة ابتدائي في رابعة في خمسة وأحيانا في الإعدادي وضعيف قراءة. فكانت النصيحة إن إحنا زي ما تعلمنا منكم إن إحنا كل يوم نتهجى ولو آية، لأن هجاء الآية مراجعة على الحالات الـ20 الفونكس أو الفوناتكس، ومراجعة على تحفة الأطفال والجزرية. نعم. فنسمع مع أولادنا كده هجاء مثلا آية من القرآن الكريم. ماشي. هتقولوا ورايا؟ هات المايك وهم يقولوا مع يلا. حضرتك يلا تقام قولوا ورايا يلا. بي بي سين ساكنة سين ساكنة بس بس مي بي بسمي بسمي اسم الجلالة اسم الجلالة بسم الله بسم الله همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مدغمة لام شمسية مدغمة الراء المفتوحة في الراء المفتوحة الراء الراء حاء ساكنة حاء ساكنة الرح الرحمة ما الرحمة الرحمة ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتين الرحمة الرحمة مي مي الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مدغمة لام شمسية مدغمة في الراء المفتوحة في الراء المفتوحة الراء حي الرحي الرحي ياء مد عارض للسكون ياء مد عارض للسكون جائز جائز اثنان او اربع او ست حركات ميم ساكنة عند الوقف ميم ساكنة عند الوقف الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استأذن مشاهدينا يجيبوا سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ويرددوا معانا ومع دكتور محمود ومع أطفالنا أطفال جمعية حضانة أمهات المؤمنين ونردد مع بعض عشان نتعلم هذه الفكرة عودة للكتاب المصري القديم بأسلوب حديث. نستأذن مشاهدينا في سورة النصر ونردد مع الدكتور ومع أطفالنا. تفضل دكتور. يلا حبايبي. إي ذا ذا إذا إذا ألف مد طبيعي حركتان
ألف مجد طبيعة حركتان إذا إذا ج ج ألف مد متصل واجب ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات أربع أو خمس حركات إيه إيه جاء جاء إذا جاء إذا جاء ن صاد ساكنة نص نصر 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 إذا جاء نصر إذا جاء لا مد متصل إذا جاء نصر إذا جاء نصر اسم الجلالة الجلالة إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله و همزة وصل تسقط وصلا وصل تسقط وصلا لام قمرية مظهرة لام قمرية مظهرة وال فا والفا والفا تاء ساكنة ساكنة والفت والفتح حق ساكنة عند الوقف حق ساكنة عند الوقف والفتح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح قولوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أحسنتم ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. هي عودة كما ذكرنا للكتاب المصري القديم بأسلوب حديث، عودة للكتاتيب المصرية وإنما بأسلوب حديث بما يتناسب مع طفل اليوم. يمكن دكتور محمود هنشوف نموذج، لأن احنا شفنا أن ثمرة هذا الجهد بعد سنة واثنين وثلاثة أن الطفل بيختم القرآن تلاوة من المصحف، وده هنشوف نموذج، ولكن بعد ما نستمع إلى آيات من مشمهندس أحمد. اتفضل. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله الله، هي آيات نزلت من كنز من تحت العرش، خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. دكتور محمود، عاوزين نشوف نموذج لأطفالنا وهم بيقرأوا من المصحف، ياريت نشوف من أولادنا وبناتنا. تعالي هنا ونفتح لهم في أي موضع في كتاب الله عز وجل. تعالي هنا تفضل. مثلا يلا هنا، بسم الله، انت مسك لها معلش عشان هي بتعرف تقرأ بصبع. يلا يلا صبعك على الكلمة، يلا وقرأ. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعمل إنك الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قولوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بصوت عالي، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والله يا هنا في أولاد في الجامعة كبار وفي مشايخ ما بيعرفوش يقرأوا زيك. قولوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هي دي ثمرة الفكرة دكتور محمود بالظبط زي ما حضرتك شفت كده. يعني هنا يمكن ست سنين أو أقل، اللي في عمرها دلوقتي يمكن ما يعرفش يقرأ اسمه، فكون انها طفل. مين اللي علمك يا هنا؟ المدرسة بتاعتك اسمها ايه؟ أبلة هناء زكي. أبلة؟ أبلة هناء زكي. أبلة. طيب قولي كلمة لأبلة هناء في العيد تقولي لها ايه؟ أستاذة وأنت طيب. بتحب الأستاذة؟ نفسك الحضانة ترجع تاني تفتح؟ قولي يا رب افتح دور القرآن. افتح دور القرآن. يا رب إذن بفتح دور القرآن قولي آمين. آمين. وافتح مساجدنا قولوا امين امين. احسنت يعني. طب حابب ناخد نموذج تاني من اولادنا وبناتنا دكتور؟ ماشي. مين تاني هيقرا معانا؟ تعالي تعالي تعالي، بدل ما انت قاعده تلعبي في الكمامه كده تعالي اقراي. بسم الله. طيب مثلا يلا صباعك يلا على الكلمه، صباعك معايا يلا. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبور كبورا كبورا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين آمنوا الذين إيه؟ يقاتلون في سبيل الله في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. أحسنت أحسنت. قولوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. أريش جميلة. اسمك إيه؟ أريش. مين اللي بيعلمك يا أريش؟ المدرسة بتاعتك اسمها إيه؟ أبا هناء زكي. أستاذة هناء، قولي كلمة للأستاذة هناء تقولي لها إيه؟ أنت طيب. أحسنت أحسنت. نفسك الحضانة تفتح تاني؟ قولي يا رب افتح دور القرآن. يا رب افتح دور القرآن. يا رب عجل بفتح دور القرآن وارفع عنا الوباء يا رب والبلاء واحفظ أهلنا يا رب يا رب واحفظ مصر. اتفضل. قولوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كانش عجيب وما كانش غريب بعد ما الطفل درس حالات الحرف العشرين
ودرس 2000 كلمة من القرآن وأدخل مع الهجاء أحكام التجويد بطريقة الكتاب المصري القديم إن نشوف الثمرة الطيبة دي. ونبشر مشاهدينا في الصحة والجمال إن كل محافظات مصر الآن لا تخلو محافظة من هذا المنهج، سواء كان نور البيان، فتح الرحمن، منة الرحمن، قاعدة البغدادية، قاعدة النورانية، القرائية الجزئية، فهي عودة للكتاتيب بأسلوب حديث. ونؤكد أن الدورات تقام في مصر وخارجها مجانية بدون أي مقابل، فهي رسالة الأنبياء والمرسلين كما تعلمنا من مشايخنا، لا تصلح أبدا أن تكون تجارة، فهي سبب رحمة وسعادة للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دكتور محمود، سمعنا أن الجزء الثاني لنور البيان اسمه قواعد البيان في لغة القرآن، يعني هل الطفل بعد ما بيتعلم القراءة، قراءة صحيحة اللغة العربية وقراءة من المصحف، وبالمناسبة القراءة بتشكيل وبدون تشكيل، لأن كان البعض بيشتكي أن الأولاد بتقرأ مشكل فقط، لا دلوقتي بيقرأ بتشكيل وبدون تشكيل، حتى يستطيع أن يقرأ كتب اللغة العربية وغيرها. إيه الجديد في النحو؟ خاصة أن احنا عرفنا وحضرتك بتدي دورات في كتاب الكافي، وإيه الجديد؟ وهل الطفل في السن ده ممكن يدرس نحو؟ والله يا أستاذ إسماعيل، يعني الأمر ده سهل جدا، لكن المشكلة إنه إحنا ابتلينا بمن درسوا لنا النحو وكانوا يبغضونه. نعم. فبغضوه إلينا. فالصعوبة في المعلم، الصعوبة ليست في الطفل مش في ولا في المتعلم. نعم. دائما ابحث عن المعلم أو المعلم. نعم. إذا وجدت المعلم أو المعلمة القادرين على أنهم يوصلوا المعلومة بأسلوب سهل وبسيط وسلس إلى المتلقي، بإذن الله يتلقى المعلومة. ومتهيألي حتى اللي مش مهيئ للتعليم من خلال الدورات المجانية. نعم. لحضراتكم بتعطوها، يستطيع ان احنا نكون 20-30 معلم ومعلمة وتأتوا اليهم وبدون مقابل. نعم، مجانا تماما. نعم. نعطي هذه الدورات، وانا يعني الحمد لله رب العالمين لمست ذلك بنفسي في دورات النحو. يعني بيكون ناس، والله معايا ناس يا شيخنا، يعني ست كبيرة فوق 60 سنة ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني وبتقول وبتعرب دلوقتي، يعني بنبقى بنقرأ في القرآن ما شاء الله، أو لا طب مثلا الفعل ده ليه منصوب، تقول منصوب عشان قبليه حتى، منصوب عشان قبليه أن، منصوب عشان قبليه لام التعليل، من كثرة مداومتها على مراجعة، أو من كثرة ما احنا مهتمين بموضوع معين. فالفكرة إذن تكمن في الاهتمام والأخذ بقوة. يعني مشايخنا يعني كانوا دايما يخلونا ناخد بالنا من قول الله لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. وأخذها شاعر وقال: أعكف على الكتب وادرس. نعم. تحز فخار النبوة. فالله الله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. نعم. فاحنا محتاجين فقط اللي عنده همة واستعداد. نعم. إنما ما يقولش النحو صعب، لا، احنا بدأنا الحمد لله رب العالمين في الجزء الثاني من منهجنا فتح الرحمن، وفتح الرحمن في قواعد لغة القرآن. نعم. ده بنشرح فيه أو بنحاول نشرح فيه، وبنعمل فكرة جديدة إزاي نوصل قواعد اللغة العربية إلى المعلمين، ومن ثم هم يوصلوها إلى الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة زي أحكام التجويد. إذن مفيش عذر أنك تسأل عن أقرب دار قرآن بتعمل بهذه المناهج، وهي منتشرة في كل مصر. ويمكن عندي لكم بشرة أن إحدى الحضانات في المنصورة في قرية اسمها منشأة البدوي ختموا القرآن حفظا، سجلنا لهم هنا في القناة وفي إذاعة القرآن الكريم 100 طفل ختموا حفظ القرآن وهم في السن ده، ودي يمكن معجزة أول مرة تحصل في مصر ويمكن في العالم. 100 طفل عمر 5 سنين و6 سنوات، ويمكن شفتهم. نعم. دكتور محمود. نعم. ختموا القرآن حفظا وعمر 6 سنوات. أنا يعني أبشر حضرتك تعقيبا. نعم. على ذات الكلام، كانت معلومة برضو يعني عرفتها، أنه في مصر هنا أخت بارك الله فيها عندها يعني شغف باللغة العربية وحب للغة العربية، لدرجة انها بدأت تحفظ الاطفال في الحضانة شواهد من ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك. نعم. وبدأت. نعم. تعرف الاطفال يعني. نعم. وهم بيختموا ده مبتدأ، ده خبر، ده اسم. نعم. إن ده خبر كان استاذة ام مريم من اسيوط. نعم. نعم. في اسيوط. نعم. استاذة. نعم. ام مريم. نعم. فبدأت تدخل شواهد الألفية وألفية ابن مالك، مش بنتكلم مثلا في نظم الاجرومية ولا في الاجرومية، بدراسات طلب الدار العلوم، بدراسات طلب الدار العلوم والازهريين وكده. نعم. فيكون انه الامر ده لو نفع مع واحد، لو صلح مع واحد، اذا. نعم. يصلح مع الكل. نعم. ما دام صلح مع طفل، ما دام صلح مع معلم، يصلح لكل الاطفال ويصلح لكل المعلمين. قبل ما نسمع باشمهندس احمد، عندنا قصيده جميله عن القدس لتقى، نسمعها. والله لن انسى. فين تقى؟ اتفضلي يا تقى. يلا قولي لنا والله لن انسى.
والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا ربي يا واهب الحياة بعمرك اللهم نبل. اكتب لنا اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنها الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة وتوعت النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المر يا إخوة الإسلام زيروا إلى الأمام للعبد والعزم والإكتية وصحفة القرآن هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا عيدي بسمتي كسبك الأزمان. أحسنت قولوا بسم الله ما شاء الله. بسم الله معانا مشاركه واتصال. السلام عليكم استاذ سيد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اسمي ازي حضرتك؟ اتفضل حبيبي. كل سنه طيب وانت بكل خير وسعاده يعني وسلامي الاطفال السالمين اللي عند حضرتك والاساتذه اللي عند موجودين مع حضرتك وصراحه البرنامج بتاعك جميل جدا يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيه. عندكم نور البيان يا استاذ سيد في القريه بتاعتكم او في مكانكم؟ عندنا حضرتك نور البيان وعندنا كتاب كتير يعني يا اولاد بيقراوا من المصحف في سن الحضانه. انا عندي ابن السنه الرابعه رايح رابعه ازهر السنه الابتدائي. نعم والحمد لله مكرم ربنا علينا ان هو خلاص قفل الجزء الخامس. جميل ما شاء الله. اسمه محمد. طبعا القناه دي حضرتك بيقعد قدام 24 ساعه. نعم يعني متابع مع الدكتور طارق ومع حضرتك ومع كل الموجودين في البرنامج. ربنا يحفظك ويبارك فيكم وتابعنا دايما عشان في جديد يعني في المتدبر دكتور شريف طه يونس المرحله الجديده ازاي ان يكون في تدبر وايه المقصد من الايه ومراد ربنا من كل ايه ودايما عودنا نور بيان يكون في جديد دايما فتابعنا عشان تتواصل معنا ونعرف ايه الجديد. شكرا. والله احنا متابعينك على طول الصراحه يعني معجبين بالقناه جدا 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 الصراحه. شكرا استاذ سيد لمداخلتك الكريمه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. دكتور محمود يمكن عاوزين نشوف بعض المعلومات العامه وحضرتك تختبر الاولاد وتسالهم في بعض المعلومات. طبعا هو نسمع حبايبي. اليوم الدراسي في الحضانات ما بيبقاش قاصر على التلقين او الحفظ. نعم. احنا برضه بندخل معلومات عامه عن القران ومعلومات في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حساب ولغه انجليزيه منهج متكامل منهج تعليمي مش قران فقط منهج تربوي تعليمي. نعم. زي ما شيخنا علمونا منهج تربوي في جزء شق تربوي. نعم. ومنهج تعليمي وليس تعليم القران فقط لان الناس بتظن ان احنا بنعلم الاطفال لغه عربيه وقران فقط. نعم. لا احنا بنعلمهم لغه انجليزيه يعني الطفل عندنا بيطلع من الحضانه 6 سنوات وهو مخلص منهج اللغه الانجليزيه لحد رابعه وخمسه ابتدائي. ما شاء الله. فيعني الحمد لله وفي حساب وفي لغه انجليزيه وفي يعني كافه ما يستطيع الطفل انه يتعلمه في الابتدائي بنحاول نديله في 3 سنين بتوع الحضانه. فمثلا كده يا حلوين اسمع مين عارف ما هي عروس القران؟ سوره الرحمن. جميل. طب ما هو قلب القران؟ طب ما هي السورة التي تقرأها فتقيك من عذاب القبر؟ سورة. برافو أحسنت يا محمود. سورة الملك. طيب ما هي السورة التي بها بسملتين اثنتين؟ سورة النمل. طب السورة التي بها سجدتين؟ سورة الحج. جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما حضرتك شفت الفكرة قائمة على إن التكرار. نعم. المعلومات دي بتتكرر أمام الطفل كل يوم بصورة مستمرة فيعني زي ما مشايخنا علمونا وترداده يزداد فيه تجملا. الشاطبي رحمه الله عليه قال في الشاطبيه وترداده اي ترداد القران وكل ما يخص القران يزداد فيه تجملا يزداد جمالا. ويمكن ده سر من اسرار ان موضوع الفروق الفرديه بدا يدوب. طبيعي. لان احنا بنردد كل يوم فاذا كان نسبه تحصيلي 50% 60% 70% بس كلنا بنردد كل يوم فنسب التحصيل صحيح بتقترب من بعضها وبتدوب الفروق الفرديه. معانا مشاركه واتصال من ابو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام مريم اتفضلي. اهلا بيك. والله انا لسه فاتحه البرنامج من شويه وعجبني قوي والله الفكره دي. طب احنا دلوقتي في الهرم امتى بقى هيفتح الكتاب عندنا في الهرم؟ احنا عملنا دوره في مشاري وفي اكتر من مكان في الهرم وبندعوكم ان شاء الله بعد ما تفتح دور القران وتفتح مساجدنا انك تكوني 20 معلم ومعلمه في احدى الجمعيات اللي عندكم وبناتي اليكم ويقوم على هذا المنهج مدربين في كل محافظات مصر مجانا وبدون اي مقابل.
فالمطلوب من حضرتك 20 معلم ومعلمه تجمعي 20 معلم ومعلمه في احدى الجمعيات او المدارس الخاصه او المساجد، تنسيق مع الازهر او الاوقاف او الشؤون الاجتماعيه، وياتي اليكم من يقوم بالتعليم، هو ده المطلوب فقط، والدورات مجانيه بدون اي مقابل. اقل من 20 ينفع اجمع اقل من 20؟ ممكن. اجتهدي واحنا مع حضرتك، اجتهدي في التجميع. طيب هتتصل بمين؟ طبعا الكل بينتفع، ولكن اللي بينتفع اكتر معلمات الروضات، الحضانات، اللغه العربيه، القران الكريم، دول اكتر ناس عشان يساعدونا في نشر هذا النور، لكن الكل بينتفع. لكن ركزي على الحضانات واللغه العربيه ومعلم القران الكريم. وشكرا لمداخلتك. معنا مداخله اخرى. السلام عليكم ام عبد الرحمن. بقول لحضرتك انا كنت عاوزه اشترك في الدوره دي، انا اشتركت فيها قبل كده وعندي كتب والحاجه بس مش حضرتك منين؟ هنا من القاهره الجيزه. فين؟ في الجيزه؟ في العمرانيه الغربيه. المطلوب بالتعاون بالتنسيق. انا كنت عاوزه احضر الدوره دي اتعلمها واتعلم اللغه العربيه، وفي نفس الوقت عاوزه ادخل بنتي عندها 3 سنين، يعني عاوزه ادخلها حضانه زي كده عشان تتعلم معلمه، يعني زي ما قلنا. اشترك في الحضانه دي ازاي؟ زي ما قلنا حاليا لام مريم هنجمع 20 معلمه ومعلم لغة عربية، قرآن كريم، معلمات روضة، وهتتابعونا برضو في الصحة والجمال إن شاء الله. هتقام دورة كاملة في هذه القناة، وممكن نقيم دورة عندك في المكان اللي انت فيه، بتبقى محاضرتين في الأسبوع لمدة شهرين. الدورة بتكون محاضرتين في الأسبوع لمدة شهرين، وبيكون في اختبار في آخر الدورة، والدورات مجانية بدون أي مقابل. نرجع تاني لبشمهندس أحمد، وعاوزين نسمع تختار لنا ايه؟ يمكن حابب اسمع حضرتك تتر من اذاعه القران الكريم وهدوء الى الطيب. وهدوء الى الطيب من القول، وهدوء الى صراط الحميد. نسمع حاجه ثانيه. مال انشد ترقت عيني شوقا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. نسمع نسمع حبيبي. رقت عيناي شوقا، ولطيبة زرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلبي ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق، وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق، وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. يا طيبة جئتك صبا، لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي، وجوار الهادي محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله.
إذن يكفى همك ويغفر ذنبك بالصلاة على النبي محمد. قال له النبي: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاصل وسنعود إليكم، انتظرونا. عدنا إليكم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. عدنا إليكم ومعانا عمر خالد، ونسمع منه آيات من القرآن الكريم. تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك شيخ عمر ويحفظك ويكرمك ويكرم والديك. يمكن حل مشاكلنا كتير، ودي نصيحة تربوية، إن احنا نتكلم مع أولادنا عن الله سبحانه وتعالى كتير، ونتكلم عن أسماء الله الحسنى، ونشرح لأولادنا معنى الأسماء الحسنى، وياريت نستخدم قصص لكل اسم. أحكي لابني قصة تعرفوا اسم الله الرزاق، العليم، المقيت، الحفيظ، الرحمن، الرحيم، وفي كتب معدة لهذا الأمر. كلمني عن ربنا سبحانه وتعالى كتير، كلمني عن سيدنا النبي، كلمني عن القرآن. ويمكن دكتور محمود كتاب كم أحبك يا رسول الله شيخ محمد القليعي، ويكلمني عن السيرة للأطفال في هذه السن الصغير. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم صلى الله عليه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعيرة عظيمة من شعائر الإيمان، وقربة من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نعم. الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحبونه؟ نعم. الإنسان لا يحب شخصا لا يعرفه. نعم. فلا بد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بدراسة خلقه وخلقه. نعم. وفي ذلك أيضا نعد دورات في كتاب اسمه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. نعم. صاحب السنن. هذا نتعرف فيه على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية، كيف كان طوله، كيف كان لون بشرته، كيف كانت مشيته، كيف كان نومه، كيف كان لبسه، كيف كانت عمامته، كيف كان نعله، كيف كان إزاره، كيف كان رداؤه، كيف كان كل شيء صغير كان أو كبير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب الشمائل المحمدة الإمام الترمذي. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشطر الثاني من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعرف خلقه، وهذا أيضا عرفنا عليه القاضي عياد في كتاب
الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض. وهناك شق ثالث أيضا وهي معرفة أحداث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسميه العلماء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ولد ومتى ولد وأين مات وأين دفن وكيف كانت حياته منذ ولادته حتى موته صلى الله عليه وسلم. كانت هناك مشكلة تقابل المعلمين والدارسين هي أن كتب السيرة كتب مليئة بالألفاظ المعجمية تحتاج تبسيط. نعم تحتاج إلى تبسيط كثير خاصة لو هننزل لمرحلة 4 سنوات الأطفال طبعا سنة. طبعا نعم. فيعني جزا الله الأخ الفاضل الشيخ محمد القليعي أعد لنا كتيبا جميلا جدا اسمه كم أحبك يا رسول الله. نعم. هذا كتاب في السيرة مبوب على أبواب السيرة ابن هشام وفيه كل شيء ولكن باختصار حتى أنه يعني بشرى أن هذا الكتاب مزود بصور. يعني مثلا لو أن نحكي غزوة بدر ستجد المكان أبار بدر وفيه صورة للمكان الذي تمت فيه الغزوة وكذلك جبل أحد حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ويحبه فيرى الأطفال جبل أحد بأعينهم فيتعلقون ويعرفون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وأباه وجده وعمه وكيف كانت طفولته وكيف كانت مرحلة شبابه ومن زوجاته ومتى تزوج أمنا خديجة ومتى تزوج بعده. كل هذا في كتاب كم أحبك يا رسول الله بأسلوب سهل وبسيط يناسب أن تعطى فيه دورة للمعلم ومن ثم المعلم يوصله إلى الطالب إن شاء الله. ده بالنسبة للسيرة. طب بالنسبة للفقه برضو في السن الصغيرة دي من 3 لـ 6 أو من 6 لـ 12 هل ممكن يتعلم بدايات الفقه طبعاً. في المرحلة دي؟ طبعا أصل الفقه لا ينظر إليه على أنه الأحكام والطفل لا يعني لا يهمه كل هذه الأشياء الكبيرة وإنما يهمه أن يعرف كيف يتوضأ ما هو الماء محتاجينها أكتر في التوقيت اللي احنا فيه. كيف يتوضأ كيف يصلي كيف يحافظ على نظافته وطهارته كيف يتوجه للقبلة كم عدد ركعات الفجر كم عدد ركعات الظهر. هذه هي التي تناسب مرحلة الأطفال. وبرضو من الله علينا بكتاب فقه الطفل المسلم للأطفال أيضا نعم ومزود بصور تري الطفل كيف يتوضأ كيف يصلي كيف يقرأ القرآن وتعرفه أحكام أركان الإسلام. كل هذا بأسلوب سهل وبسيط دون الدخول في تفاصيل التعقيد الفقهي للكبار. فهذا كتاب أيضا نافع ويعطى في دورة نور البيان. طيب قبل ما نسمع آية وعاوزين أولادنا هم بيرددوا مع حضرتك آية لأن مشاهدينا نفسهم يتعلموا فكرة التهج. نسمع من عمر خالد لأنشودة جميلة وخد المايك معك يا عمر ونستعد مع الدكتور لهجاء آية. وهتهج لنا آية منين عشان مشاهدينا يحضروا المصحف كما تشاؤون. نتهج ممكن سورة الكوثر تفضل كما تشاء. كوثر إن شاء الله. طيب نحضر سورة الكوثر عشان هنتهجى بعد ما نسمع الأنشودة الجميلة من عمر خالد فليتفضل. وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن رضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. وإحسن ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسن ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. بسم الله ما شاء الله. أحسنت عمر ربنا يبارك فيك ويحفظك حبيب. سورة الكوثر من المصاحف يلا عشان نتعلم طريقة الكتاب المصري القديم وعودة للكتاتيب القديمة بأسلوب حديث عشان نقرأ قراءة صحيحة بأحكام التجويد عشان نحل مشكلة ضعف القراءة اللي كلنا بنشتكي منها. تعالوا نتهجى كل يوم ولو آية واحدة وبننصح بسماع آيات على اليوتيوب لمشايخنا الأفاضل وهم بيتهجوا آيات كتير من القرآن الكريم عشان ندرس هذا المنهج الرباني. يلا مع الدكتور نتهجى سورة الكوثر. تفضل يا دكتور. يلا هتهجى وتهج وراي كسر. يلا ماشي. بي سين سكون سين سكون بس
بسمي 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 اسم الجلالة بسم الله بسم الله همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مدغمة لام شمسية مدغمة الراء المفتوحة الراء المفتوحة الراء الراء حاء سكون حاء سكون الرح الرحمة ما الرحمة الرحمة ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتان الرحمة الرحمة ني ني الرحماني الرحماني بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لم شمسية مدغمة لم شمسية مدغمة في الراء المفتوحة في الراء المفتوحة الراء الراء حي حي الرحي الرحي ياء مد عارض للسكون جائز ياء مد عارض للسكون جائز اثنان او اربع او ست حركات اثنان او اربع او ست حركات ميم ساكنة عند الوقف ميم ساكنة عند الوقف الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إي إي نون شدة وفتحة نون شدة وفتحة بغنى حركتان بغنى حركتان إن ألف مد منفصل جائز ألف مد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمس حركات اثنان أو أربع أو خمس حركات آ إنا عين سكون عين سكون أع أع طا طا أعطى أعطى ياء سكون ياء سكون أعطي أعطي نا أعطينا أعطينا ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتان أعطينا أعطينا ك ك أعطيناك أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مظهرة لام قمرية مظهرة ال ال ك ك ال ك ال ك واو ساكنة ساكنة الكو الكوثاء 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 راء ساكنة عند الوقف راء ساكنة عند الوقف الكوثر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ف ص فص فص لام شدة وكسرة لام شدة وكسرة فصلي فصلي لي لي را را لرا لرا باء شدة وكسرة باء شدة وكسرة لربي لربي ك ك لربك لربك فصلي لربك فصلي لربك و و همزة وصل تسقط وصلا همزة وصل تسقط وصلا نون ساكنة مظهرة نون ساكنة مظهرة قبل الحاء المفتوحة قبل الحاء المفتوحة وانحى وانحى راء ساكنة راء ساكنة وانحر وانحر فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر إي
نون شدة وفتحة. نون شدة وفتحة. غنة حركتان. غنة حركتان. إن. إن. شاء. شاء. ألف مادة طبيعي حركتان. ألف مادة طبيعي حركتان. شاء. شاء. ني. ني. شاني. شاني. آ. آ. شاني آ. شاني آ. ك. ك. شانئك. شانئك. إن شانئك. إن شانئك. هو. هو. و. و. هو. هو. إن شانئك هو. إن شانئك هو. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. لم قمرية مظهرة. لم قمرية مظهرة. ال. ال. آ. آ. ال. آ. ال. آ. باء ساكنة مقلقلة. باء ساكنة مقلقلة. الأب. الأب. تاء. تاء. الأب تاء. الأب تاء. راء ساكنة عند الوقف. راء ساكنة عند الوقف. الأبتر. الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قولوا بسم الله ما شاء الله. هل تنصحنا دكتور بالتهجي؟ يعني أنا مع أولادي في البيت لو بشتكي من ضعف القراءة، أي معلم أو معلمة بيعاني من ضعف القراءة سواء في مرحلة الروضة أو الابتدائي؟ نعم جي. طبعا يعني في دايما كده في المقارئ لما بنبقى في مقرأة أو حد يكون بيتعتع في القراءة فله أجران طبعا، لكن دايما ننصحه نصيحة نقول له خف الشيلة. نعم. يعني إيه خف الشيلة؟ يعني بدل ما أنت تبقى مشغول عايز تقرأ سطر على بعضه اقرأ كلمتين. هي نفس الفكرة دي، ما سهل حمله سهلت قراءته. نعم. فانت الطفل مش قادر يجيب كلمة اديله الحرف. هي نعم. دي فكرة التهجي، ان الطفل مش هيقدر يمسك المصحف يقول اتى امر الله فلا تستعجلوا، انما ممكن يقول اتى اتى الف مد منفصل اتى ويقطع. فما سهل حمله سهلت قراءته، فانت قطع له في البيت عادي جدا، بس لازم تكون انت نعم. بتعرف. نجحت الفكرة مع العجم غير الناطقين بالعربية؟ يعني الحمد لله رب العالمين. من كم من يمكن في رمضان اخونا الشيخ سيد صلاح اسال الله ان يشفيه يا رب، حد بعت له فيديو من الهند، لان احنا سافرنا بالدوره دي الهند. نعم. اخوه عندنا وعملوا دورات هناك في الهند، والهند ما بيتكلموش عربي. نعم. ولكن ما شاء الله سيدنا، واكيد حضرتك تابعت تشوف الفيديوهات، حاجه تفرح اطفال مثلا 6 سنوات. انا شفت الرؤيه دكتور 30,000 طفل في كيرلا في جنوب الهند. اه نعم. في كيرلا. يعني هناك حضانات استوعبت عدد كبير جدا من الطلبه، وخرجوا منتج يعني اظن انه احيانا يفوق المنتج اللي بيخرج في مصر. نعم. لان المساله مساله اجتهاد. نعم. ليس الطريق لمن سبق ولكن نعم. الطريقه لمن صدق. صدق. هم نعم. صدقوا مع الله فصدق نعم. الله معهم. نعم. فينفع طبعا مع العاجل. رسالة شكر في نهاية حلقتنا النهاردة لأكثر من جهة. شكر الأول للصحة والجمال لاستضافة أطفالنا خلال فترة العيد. كان معانا أول يوم أولاد من كفر شكر في القليوبية، من عرب القرآن في المنوفية، من العمار من طوخ قليوبية، وكانت مداخلات ومشاركات من أطفالنا في صعيد مصر. شكر لفضيلة الشيخ طارق السعيد والشيخ عصام يوسف مؤسسة هذا النور، نور البيان وفتح الرحمن ومنة الرحمن. شكر لحضانات الجمعية الشرعية في كل مكان في ربوع مصر. شكر لأطفالنا اليوم أطفال حضانات نور البيان في كفر بنهس قويسنا محافظة المنوفية. شكر لمن يقوم على هذا العمل، معلمات اللي هم مش معانا النهاردة بس هم السبب في الثمرة الجميلة دي، حب أوجه لهم كل الشكر. معلماتنا المنتشرين في ربوع مصر
اللي بيقوموا على هذا العمل. كل معلمة قدامها 20 و30 طفل، وقدرت في خلال سنة وسنتين إن تعمل مع الطفل ختم التلاوة ويحفظ جزئين وثلاثة وخمسة، وبعضهم ختم القرآن الكريم كاملا بفضل الله عز وجل. شكر لدكتورنا الدكتور محمود الرفاعي اللي كان معانا النهارده منورنا، مدرب اكاديميه الفتح والصيدلي. شكر لحبيبي عمر خالد الصوت الجميل. شكر موصول المهندس احمد السيد دياب. شكر العرب القران الرائده في هذا العلم وفي هذا المجال. وشكر لله عز وجل اولا واخيرا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. الأمل إن شاء الله أن يكون في دورة كاملة تتبناها هذه القناة المباركة، ويتم التعليم في البيوت لآبائنا وأمهاتنا والمعلمين والمعلمات من يقومون على تعليم الصغار. هيا وعودة للقرآن. ونستأذن نختم بهذه الكلمات شعار المنهج. هيا نقرأ، اسمع بصوت عالي، هيا نقرأ. لا مش سامع. هيا نقرأ. هيا نقرأ. هيا نحفظ. هيا نحفظ. هيا نفهم. هيا نعمل. هيا ندعو. هذا شعار المنهج. نقوله مع بعض مرة تانية. هيا نقرأ. هيا نقرأ. هيا نقرأ. هيا نحفظ. هيا نفهم. هيا نعمل. هيا ندعو. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى أن نلتقي، شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.